السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا أحبتي وأعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. مستر جودة معكم من قناتكم جودة عودة، ويسعدني النهاردة أن أنا أقدم لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. فيديو النهاردة يا أحبتي هو عبارة عن مراجعة على الوحدة السابعة، مراجعة شاملة وكاملة إن شاء الله هنحلها على الوحدة السابعة، وده الجزء الأول من المراجعة. إن شاء الله في الجزء الثاني والجزء الثالث هسيبه لكم أسفل الفيديو في صندوق الوصف. وبفكركم المراجعة دي يا شباب هي مأخوذة من أكتر من كتاب خارجي، إن شاء الله المراجعة تعجبكم. وفكركم كمان إن أنا سايب لكم جميع فيديوهات الصف الثاني الإعدادي أسفل الفيديو، كمان سايب لكم رابط الانضمام معانا لجروب الواتساب الخاص بالصف الثاني الإعدادي، وكمان رابط الانضمام معانا لقناتنا على التليجرام، كمان رابط الفيسبوك للي حابب ينضم معانا. وبفكركم أحبتي لو دي أول زيارة لكم للقناة، سبسكرايب او اشتراك بالقناه مع تفعيل زر الجرس على الاول، ولايك وشير للفيديو دعم لينا ودعم للقناه. وبفكركم احبتي ان نكثف الدعاء لاخواتنا الفلسطينيين ان ربنا ينصرهم ويثبتهم ويسدد رميهم. وما تنسوش المقاطعه يا شباب، المقاطعه هي السلاح الوحيد اللي نقدر نخدم بيه اخواتنا الفلسطينيين في النقطه دي. تعالوا مع بعض ندخل على المراجعه بتاعتنا. هنبدا باول حاجه عندنا هنراجعها هي المحادثه. عندنا ثلاث محادثات هنحلهم مع بعض. هدير اند شادي ار توكينج اباوت نيو انفنشنز. طبعا لازم نقرا الانترودكشن سنتنس الاول. هدير وشادي بيتكلموا عن الاختراعات الجديده. طيب هدير بتقول هالو شادي هاو ار يو، فهيرد عليها يقول لها هاي هدير، هيرد على هاو ار يو. الرد بتاع هاو ار يو ايه يا شباب؟ ايوه سامع ناس بتقول اي ام فاين ثانكس، اي ام فاين ثانكس. واحد بيقول لك هاو ار يو، كيف حالك؟ فهترد تقول له ايه؟ I am fine, thanks. Do you agree, هدير بتسأل شادي, do you agree that we will have more inventions in the future? هل تتفق, agree يعني تتفق, ان احنا هيكون عندنا, سوف يكون لدينا اختراعات اكتر في المستقبل؟ فأكيد هيقول لها yes I do, عشان تحت بتقول له ماذا تريد ان تتمنى ان ترى؟ فيقول لها انا بتمنى ارى موتوسيكلات طايرة. يبقى yes I do. دايما يا جماعة do you اجابتها yes I do. طيب سألت سؤال فقال لها I hope, انا اتمنى, to see the flying motorbike, انا اتمنى اشوف موتوسيكل طاير. فاكيد هتقول له ماذا تتمنى ان ترى؟ ماذا يعني ايه what؟ تمام. والجمله تحت I hope جمله مضارع بسيط اهي, hope جاي في المصدر ومعوش اس, طالما مصدر ومعوش اس بحط له do. يبقى what do you, الاي هتتحول ليو, what do you hope to see, ماذا تتمنى ان ترى؟ قال لها نتمنى اشوف الموتوسيكل الطاير. سالت سؤال فقال لها because it can push you into the air, بيقدر يدفعك الى الهواء, at a speed of a fast car, في سرعه السياره السريعه. طبعا لماذا اكيد عايز تشوف السيارة. لماذا يعني ايه؟ why, لماذا تريد, why do you want to see the flying motorbike, او why do you hope to see the flying motorbike. يبقى why do you want, لماذا تريد ان ترى الفلاينج motorbike, ولا ممكن اقول why do you hope to see the flying motorbike. So can you, لذلك او اذا, can you ride a motorbike, ممكن, هل تستطيع ان تركب الموتوربايك؟ فيقول yes I can. Can you اجابتها yes I can, اجابه سهله. ننتقل الى المحادثه الثانيه وهي كانت وردت في محافظة المنوفية سنة 2023. دينا and هايدي are talking about mobile phones. دينا وهايدي بيتكلموا عن الموبايلات. Do you know that علا bought a new mobile? هل تعلمي ان علا اشترت new mobile؟ فهتقول لها نعم. Yes I do. لسه قايلينها من شوية. Do you, يبقى yes I do. ليه قالت yes ما قالتش no؟ علشان بتقول لها هي اتصلت بيا امبارح. What do you think of mobile phones? ما رأيك في الموبايل فونز؟ What do you think of mobile phones? فتقول مثلا I think ان الموبايل فونز the most important inventions. اعتقد ان هي اكتر اختراع مهم. تمام؟ عشان تحت بتقول لها اهي the most important invention بعلامة تعجب. يبقى I think they are, لان بسألها عن الموبايل فونز جمع, يبقى they are the most important inventions. اعتقد ان هم هيكونوا اكتر اختراعات مهمة. وقلنا ليه الجملة دي؟ علشان تحت بتقول لها the most important inventions, أكتر اختراع مهم. Why do you think that, لماذا تعتقد ذلك؟ فهتقول لها جملة كده هنشوف تحت بتقول لها save time, يعني يوفر الوقت. يبقى أكيد قالت لها because it saves time, because
they save time أو because it saves. لو إحنا بنتكلم على مفرد بس إحنا بنتكلم على جمع فهنقول زي. طيب save time وبعدين سأل السؤال قالت لها you can phone anyone at any time for a low price. تقدري تتصلي بأي حد في أي وقت بسعر منخفض. يبقى أكيد how كيف يكون ذلك أو كيف هو بيوفر الوقت. يبقى how do they save time, how do they save time. قالت لها تقدري تتصلي بأي حد في أي وقت بسعر قليل. طيب هنا في عندنا سؤال في رقم 5 فالإجابة yes they have some disadvantages as hurting your eyes if you use them for a long time. طبعا yes نعم بهم أو بها بعض العيوب. disadvantages معناها عيوب. يبقى أكيد طالما جاوب بيس هنا يبقى هسأل سؤال بهل. همسك الجملة اللي تحت دي واسأل عليها سؤال بهل. هدور على الفعل المساعد. تعالوا ندور على الفعل المساعد مع بعض. مش هتلاقي فعل مساعد هنا لأن الجملة دي جملة مضارع. they have. تمام؟ have هنا مش فعل مساعد. أو حد يستخدمها كفعل مساعد. ليه بقى؟ لأن مش معاها got. have لازم يبقى معاها got أو معاها تصريف ثالث عشان أخدها واسأل بها سؤال بهل. يبقى طالما مش فعل مساعد يبقى اعتبرها مضارع اهو ومعوش اس. have تمام مضارع ومش معاه اس يبقى بحط لها do كفعل مساعد. يبقى do والفعل they يبقى do they have some بحولها لاني في السؤال. يبقى do they have any disadvantages هل بها اي عيوب. فقالت لها ايوه بها عيوب زي hurting انها تؤلم او تؤذي عينيك لو استخدمتهم لفتره طويله. المحادثه الاخيره عندنا مريم and نوها are talking about shopping. مريم ونوها بيتكلموا عن الشوبينج. What did you do today؟ ماذا فعلت النهاردة؟ فأكيد هتقول أنا روحت التسوق. يبقى I went shopping. أنا ذهبت للتسوق. I went في الماضي عشان بتقول لها What did you do؟ طيب did you buy anything؟ هل اشتريتي أي حاجة؟ فهتقول نعم. Yes I did. نعم اشتريت. عشان تحت هتسألها تقول لها ماذا اشتريتي؟ What did عشان الجملة ماضي تحت. I bought. What did you buy؟ برجح المصدرة. What did you buy؟ قالت لها أنا اشتريت كوت بالتو. سأل السؤال فقالت لها Yes I like it a lot. طالما جاوبت بيس زي ما قلنا يبقى هسأل سؤال بهل على الجملة دي. الجملة دي هدور على الفعل المساعد مش هلاقي. جملة مضارع ومعوش اس. الفعل هنا like معوش اس يبقى استخدم do. Do you like it؟ تمام. وبعدين was it expensive هل كان غالي؟ فهتقول لها طبعا no it wasn't لان it cost كلفني. cost هنا في الماضي بتاع cost. cost يكلف وcost كلف. التصريفات الثلاثة زي بعض cost cost cost. يبقى it cost just فقط 200 pounds يا بلاش. طيب I asked my aunt to space a French article into Arabic. انا طلبت من عمتي انها ايوه سامع ناس بتقول translate. جميل يا ريت تجاوبوا معايا يا شباب. There is a or an space on this phone في هذا التليفون which tells me the weather in my city. بيخبرني الطقس في التليفون. بنحط فيه ايه؟ ايوه app يعني تطبيق. Space are like planes شبه الطيارات. طبعا helicopters من غير ما نكمل. helicopters الطيارات الهليكوبتر هي شبه الطيارات. computers لا طبعا. ships اللي هي السفن لا. motorbikes لا. In your opinion في رأيك what's the most important invention. طبعا في رأيك ما هو أكتر اختراع مهم. The mobile phone or the plane. I don't have internet. أنا ما عنديش internet. So I can't play أيوة online games. ما بقدرش ألعب ألعاب على الانترنت. When my father has free time. لما يكون بابايا عنده وقت فراغ. He will take us to the park. We should use space to make electricity from the sun. عشان نكون أو نصنع الكهرباء من الشمس. أيوة solar panels. Solar panels اللي هي الألواح الشمسية. People think الناس بتعتقد that they إن هم space many choices online. طبعا عندهم الكثير من الاختيارات على الإنترنت. يبقى have. People think الناس بتعتقد ان هم عندهم يعني have الكثير من الخيارات choices online على الانترنت. This invention can push you طبعا structure مهم جدا at the speed of في سرعة كذا.
at the speed of a fast car في سرعة سيارة مسرعة. Reading books قراءة الكتب helps us بتساعدنا to spend a nice time and useful time. Nice time يعني وقت لطيف nice and useful ومفيد. طبعا famous time فيش حاجة اسمها وقت مشهور ولا used مستخدم. أحمد spaces his driving test. He has to practice a lot. هو يجب أو ينبغي أن يتدرب كثيرا. يبقى أكيد سقط. يعني سقط بقى أحمد failed رقم C. Egypt is famous. أيوة famous for. سامع ناس بتجاوب معايا famous for يعني مشهورة ب growing cotton. You can space money. يمكن أن تعمل إيه في الفلوس. When you buy from that shop. لما تشتري من هذا المحل. Things are cheaper in it. الأشياء أرخص فيه. Cheaper معناها أرخص. يبقى أكيد هتوفر فلوس. يعني توفر save money. My new phone. التليفون الجديد بتاعي doesn't work. لا يعمل. I will ask the assistant. أنا سأطلب من البياع to أيوة change it. يغيره. To change it. Recycling. إعادة التدوير. Can help us get rid of. نتخلص من. Get rid of معناها نتخلص من. طبعا الريسايكلينج بيساعدنا نتخلص من ليه؟ Pollution. الاختيار رقم C. Are you space or against online shopping? عايز يقول له هل أنت مع أو ضد التسوق على الإنترنت؟ Are you for or against? رقم A4. I think أنا أعتقد electric cars إن السيارات الكهربية will space will يبقى مصدر على طول. خلي بالكم إحنا هنا بنتكلم عن استخدامات will. will زائد المصدر يبقى reduce سوف تقلل. طبعا will بتعبر عن المستقبل تمام استخداماتها كتير. اول حاجة will هنا زائد المصدر. يبقى جبنا المصدر ازاي؟ الفعل بدون اضافات من غير الاي دي من غير الاي ان جي من غير الاس بتاعت المضارع وهو التصريف الاول للفعل. we space out if the weather is fine tomorrow. خلي بالك في قاعدة اف اهي قاعدة اف الاولى هناخدها ومعاها مضارع بسيط بعدها is يبقى مضارع بسيط يبقى قبلها will زائد المصدر يبقى we will go. دي قاعدة F يا جماعة احفظوها. F لما بتيجي في النص كده بيبقى قبلها will زائد المصدر وبعدها مضارع بسيط. In 30 years في خلال 30 سنة يعني بعد 30 سنة the world العالم أيوة سوف يكون في المستقبل يبقى will be سوف يكون مختلف. F أحمد قاعدة F يا جماعة F وبعدها إيه مضارع بسيط لسه قايلينها F زائد مضارع بسيط يلا F زائد F أحمد أيوة مضارع بسيط يبقى trains. ليه حطينا trains ومعها اس المضارع؟ علشان أحمد مفرد. احنا عارفين المضارع البسيط بيتكون إما مصدر train أو مصدر زائد اس. طبعا بما إن الفاعل هنا أحمد مفرد بناخد له اس المضارع. what جايب لي اف هنا وبعدها is مضارع بسيط. اف زائد مضارع بسيط قبلها إيه؟ will زائد المصدر. احنا عندنا المصدر هو happen يبقى محتاج will بس اللي هو إيه؟ what will happen ماذا سوف يحدث. We will play football. سوف نلعب كرة قدم لو معانا أو لو عندنا وقت فراغ. If we are free. If I space to the shops. If زائد مضارع بسيط زي ما أنا قلت. أيوة يبقى go. طب ليه ما قلناش go with؟ ما احنا قايلين المضارع بسيط إما go أو go with لأن عندي I ما بتاخدش اسم المضارع. اللي بياخد اسم المضارع هو he وshe وit والاسم المفرد. لكن if I go. When you عندما تكون when دي جاية مكان if يا جماعة. When جاية هنا مكان if يبقى ينفع ان انا ابدل if بوين. if يعني لو وين يعني عندما. if you يبقى مضارع بسيط. ايوه if you are. if you are tired لو انت تكون متعب عشان الناحيه الثانيه. should زائد المصدر مكان will جايب should. should يعني ينبغي لان في نصيحه هنا لو انت حاسس انك تكون تعبان يجب ان تاخذ فتره راحه. The teacher wants our notebooks for correction. المعلم عايز الكراريس بتاعتنا علشان التصحيح. For correction. Suffix T-I-O-N. Suffix اللي هو T-I-O-N ده بنسميه suffix يعني لاحقة. تمام؟ كلمة بتضاف للكلمة. في الكلمة correction بيكون ايه؟ forms ايه؟ noun طبعا. Correction يعني تصحيح. noun بيكون الاسم. Studying your lessons. دراسة أو مذاكرة دروسك. Regularly بانتظام. is necessary ضروري. necessary means ايوه essential يبقى necessary معناها ضروري واessential يعني ضروري. the opposite of the word real عكس كلمة real ايوه false. real يعني حقيقي وعكسها false مزيف. going to the gym will make your muscles strong
muscles يعني العضلات قوية. هو عايز the underlined word الكلمة اللي تحتها خط strong means تعني، خلي بالك مش عايزة تعني ايه، تعني not يعني تعني ألا، أيوة weak not weak إنك ما تكونش ضعيف، strong معناها إنك ما تكونش ضعيف، لكن لو شال كلمة not يبقى means powerful. The why في الكلمة delivery بتخليها ايه، بتخليها noun اسم برضو، delivery يعني التوصيل. I bought a new mobile phone with a or an that measures BS the temperature of the human body درجة حرارة جسم الإنسان. يبقى عندك في ايه، في آب تطبيق في الموبايل بتاعي. I ordered a medium pizza but the space was late طبعا the delivery، أنا طلبت بيتزا متوسطة ولكن التوصيل كان متأخر. The mobile phone is one of the most important of our age inventions صح صح اللي هي الاختراعات، واحد من أهم الاختراعات. I like to wear my space on the bus to listen to music عشان استمع للمزيكا يبقى headphones. This message is written in German هذه الرسالة مكتوبة باللغة الألمانية. Can you أكيد translate تترجم، كلمة دي مهمة جدا وردت في الوحدة. Can you translate it into Arabic. Space has two wheels بها عجلتان، خلي بالك wheels يعني عجل، and an engine وموتور، اللي بيه عجلتين وموتور، بايك في عجلتين بس ما فيهاش موتور، motor bike اللي هي الموتوسيكل. Space panels make electricity بتكون الكهرباء، أيوة solar panels اللي هي ألواح شمسية. If the shops close لو المحلات هتقفل، خلي بالك if زائد مضارع، then lots of other إذن الكثير من الـ other إيه؟ businesses اللي هي الأعمال like cafes will close too سوف تغلق أيضا. يبقى عندي هنا كلمة businesses بمعنى أعمال تجارية. Do you think هل تعتقد there will be many space in your English homework many corrections هل تعتقد ان هيكون في الكثير من التصويبات في الواجب بتاع الانجليزي بتاعك. Do you suspect that the weather will get hotter in the future هل تعتقد. يبقى do you هل تتنبأ، معلش هل تتنبأ يعني ايه، do you predict ان هيكون الweather الطقس هيكون اكثر حرارة في المستقبل. Predict من الكلمات المهمة جدا. Scientists العلماء will suspect a car طبعا هيخترعوا سيارة، يخترعوا يعني ايه، أيوة invent. طب invite يعني يعزم أو يدعو. طيب invest يستثمر، خلي بالك invest يعني يستثمر. intend ينوي. shopping online is great عظيم because it saves times it saves time إنها توفر الوقت، كلمة مهمة جدا save time توفر الوقت، عكسها طبعا waste، waste يعني يهدر. a أو an space is a form of transport هو شكل من أشكال المواصلات، بيطير flies using long thin parts on top of it باستخدام thin parts يعني أجزاء رفيعة وطويلة على في قمتها، طبعا دي الهليكوبتر. Space is how fast something moves طبعا speed السرعة معناها إلى أي سرعة الشيء بيتحرك. Green buses and electric cars don't green buses اللي هي الأوتوبيسات صديقة البيئة والالكتريك كارز السيارات الكهربية don't space any pollution طبعا don't make any pollution لا تكون تلوث. You should stay at home stay at home يظل في البيت. I hope we space the next match طالما جايب لي hope هنا يبقى اكيد بيتكلم وفي next يعني الماتش القادم، يبقى بيتكلم في المستقبل باستخدام will win. They will تبقى مصدر على طول do، عارفين المصدر هو الفعل في التصريف الأول تمام أو الفعل بدون إضافات. Space shops close in the next 10 years في العشر أعوام القادمة، next يعني القادمة يبقى أكيد مستقبل باستخدام will. I think the headphones space very useful for traveling I think أنا أعتقد إن الـ headphones اللي هي سماعات الأذن سوف تكون، طالما في think هنا يبقى will be سوف تكون. ليه استخدمنا هنا will be عشان في كلمة think. Do you predict هل تتنبأ that the weather برضو كلمة predict من الكلمات المهمة جدا اللي بيجي معاه will زائد المصدر يبقى will get hotter يعني سوف تكون أكثر حرارة. What invention do you hope we خلي بالك فيه hope برضو
ويل سي هوب بيجي بعدها برضو ويل زائد المصدر. نيكست مانث الشهر القادم يبقى ويل زائد المصدر. اي ويل بي انا سوف اكون ان ذا ثيرد يير اوف بريب سكول، وده نوع من انواع الحقائق المستقبليه ان انا هكون في الصف الثالث الاعدادي في المدرسه. بستخدم لها دايما ويل زائد المصدر للتعبير عن الحقيقه المستقبليه. I don't have many space. This is the only solution. هذا الحل الوحيد. يبقى ما عنديش أي خيارات. Choices. The mobile is the greatest invention. خدناها كتير. اختراع. The modern car. السيارة الحديثة. Can travel at a high speed. بتسافر بسرعة كبيرة. Scientists space that. يتنبأوا. يبقى predict. إن we won't use oil. لن نستخدم البترول، هنا اويل بمعنى بترول، في المستقبل القريب. I like to wear my space on the bus to listen to music. عشان نستمع للمزيكا يبقى headphones رقم دي. In the future في المستقبل cars السيارات will make less سوف تكون less ايه؟ ايوه pollution تلوث اقل. خلي بالكم pollution يعني تلوث. Population معناها عدد السكان. Translation الترجمة. Competition بمعنى منافسة. If everyone shops online لو كل واحد هيتسوق online the shops المحلات in our town طبعا خلي بالك if زائد مضارع بسيطة هي shops يتسوق مضارع ومع اسم مضارع يبقى ايه هيبقى الناحية التانية will زائد المصدر يبقى will close. Scientists think that this medicine think خلي بالكم يعتقدوا يبقى اكيد هستخدم will زائد المصدر يبقى بس عندي want برضو النفي من will هنشوف for coronavirus it's amazing انه مدهش يبقى اكيد هينفع يبقى will be useful سوف يكون مفيد. If I finish my homework early لو انا هخلص الواجب بتاعي مبكرا I if I finish if زائد مضارع بسيط يبقى I will صح يبقى دايما قاعدة if الاولى يا جماعة if زائد مضارع الناحية التانية بيكون اهو بعد الكومة على طول I will زائد المصدر اللي هو watch. Do you think it's easy to space from Arabic into English to translate طبعا هل تعتقد انه سهل انك تترجم من العربي للانجليزي؟ If he spaces all his exams he will be happy خلي بالك دي قاعده اف برضو احنا قلنا اف زائد مضارع بسيط وهي هنا بتاخد اس المضارع تبقى ايه passes رقم دي. What clothes space if it's cold ده سؤال خلي بالك. What clothes طالما سؤال اخره علامه استفهام اهو يبقى احط الاول الفعل الناقص تمام احنا عارفين ان اف بيجي بعدها ماضي بسيط اهو از يبقى قبلها ويل زائد المصدر طيب هنحط ويل الاول بعدها الفاعل وبعدها الفعل الاساسي ده التركيب بتاعي يبقى اول واحده اختار رقم ايه وات كلوز ويل اي وير ما الملابس التي سوف ارتديها لو انا اكون بردان ويل الفعل الناقص الاول ثم الفاعل ثم الفعل الاساسي طيب اف ملك مضارع بسيط على طول تبقى ايتس لان ملك مفرد بتاخد اس المضارع اف اي مضارع بسيط بس من غير اس جو ليه علشان اي ما بتاخدش اس المضارع if i help my mother at the weekend لو انا هساعد help she يبقى اكيد will زائد المصدر will i space do all my shopping online when i am older i خلي بالك when هنا جايه مكان مين مكان if when وجاي معاها مضارع بسيط يبقى i will الناحيه الثانيه Some people think بعض الناس بتعتقد that online shopping think تعتقد ان الاونلاين شوبينج يوفر الوقت طبعا saves time اللي هي يوفر او يدخل الوقت والموني كمان الفلوس I have many space on my smartphones apps طبعا انا عندي الكثير من التطبيقات زي الفيسبوك والتليجرام The desert is a difficult ايوه environment الصحراء تعتبر بيئة صعبة to live in انك تعيش فيها many people can space their shopping online many people can سمع ناس بتقول go their shopping لا go shopping ماشي من غير their لكن can do their shopping خلاص يبقى do their shopping يعني يقوموا بعملية التسوق لكن do their shopping يبقى go بتيجي امتى لما يكون shopping بس كده من غير اي حاجة قبلها To not is to change words انك تغير كلمات into another language الى لغة اخرى To translate رقم دي Translate transport معناها ينقل Tourists السياح visit Egypt بيزوروا مصر Because it's famous ايوه مشهورة بيه Famous for نحفظ الستركشر ده يا جماعة Do you know
هو سبيس ذا موبايل فون هو انفنتد من اخترعه انفنتد فورجيف يعني سامح او غفر لي انفايتد يعني عزم اي ثينك وي ويل يبقى مصدر على طول هاف ان ذا فيوتشر ان ذا فيوتشر في المستقبل يبقى استخدم ويل يبقى وي ويل الاختيار عشان يعبر عن المستقبل اف يو هاف ا كار لو لديك سياره هيسال سؤال عشان في علامه استفهام هنا السؤال زي قلنا بيبدا بايه ايوه بويل وبعدين الفاعل يبقى ويل يو اختيار رقم ايه طيب نيجي لنوعيه ثانيه من الاسئله وهو سؤال تصويب ما بين القوسين if you do exercise every day لو انت هتعمل exercise تمارين كل يوم you انت سوف تكون fit يبقى you will مش want want دي النفي انت سوف تكون لائق بدنيا a new restaurant مطعم جديد طبعا في next في الاخر Monday يعني الاثنين القادم يبقى مستقبل على طول باستخدام will open سوف يفتح in the future we ايوه in the future في المستقبل يبقى will be سوف نكون قادرين على أن نسافر باي روكت بالصاروخ سما وعايز ينفي هنا بس النفي فين في المستقبل ليه علشان وين هي مكان اف جاي معها مضارع بسيط يبقى قبلها ايوه برافو عليك قبلها want زائد المصدر يبقى سما want to travel abroad when she leaves school لن تسافر للخارج عندما تخلص دراسة I will clean my the living room أنا سوف أنظف غرفة المعيشة but ولكن طالما جايب but هنا يبقى هنفي الناحيه الثانيه يبقى I want to clean the kitchen يبقى انا سوف انظف غرفه المعيشه ولكن لن انظف المطبخ but موجوده يبقى بعكس هنا will يبقى هنا want if you جايب لي not study يبقى عايز ينفي بس هنا بعد if بجيب ايه يا شباب اوعى تقول لي will زائد المصدر هزعل منك لا هنا هي will هي جايه في جواب الشرط you want بس جايه منفيه يبقى if you يبقى انا هنا هجيب مضارع بسيط بس منفي مضارع بسيط منفي بايه بدونت علشان عندي يو يبقى دونت ستادي دونت ستادي طيب اي ثينك وي ويل مصدر على طول تبقى دو ويل يبقى مصدر اي هوب ذير هوب يبقى ويل زائد المصدر ويل والمصدر من از ايه بي ويل بي مي بي تبقى ويل برضو زائد ميك عندي حاططها لي بين قوسين يبقى ويل ميك ذا ماشين الاله وونت وونت النفي من ويل يبقى مصدر على طول بي ساينتستس وبعدين جايب لي ان ذا فيوتشر في المستقبل يبقى هنستخدم ويل عشان نعبر عن المستقبل زائد المصدر عندي فايند يبقى ويل فايند اي ثينك يو ويل وينز اللي جاب الاس هنا يبقى ويل وين فقط بنشيل منها الاس عشان نرجعها لمصدرها دو يو ثينك ذات وي ويل انفنت مصدر هنشيل اس المضارع منها تمام شي ويل بروبابلي طبعا مصدر برضو هنا علشان في ويل يبقى ايه هشيل منها الاضافات يو جو وذ مي تو ذا نيكست ويك رد عليه قال له نو اي وونت اي وونت عارفين وونت دي طبعا النفي من ويل يبقى اكيد السؤال بويل حتى في عندي نيكست ويك الاسبوع القادم يبقى ويل يو جو وذ مي هل ستذهب معي الى الحديقه الى حديقه الحيوان الاسبوع القادم قال له لا مش هروح سامي سبيس 15 نيكست وينزداي خلي بالك في نيكست وينزداي الاربعاء القادم يبقى بستخدم ويل عشان اعبر عن المستقبل هنا ويل بي سوف يكون وده نوع من انواع الفيوتشر فاكت او الحقائق المستقبليه اللي انا قلت عليها قبل كده طيب منى ويل لوك اون لاين منى هتبحث في الانترنت فور ا نيو فون وين شي وين جايه اهي وقبلها ويل زائد المصدر يبقى الناحيه الثانيه بعد وين ايوه يبقى مضارع بسيط شي بتاخد اس المضارع تبقى جيتس حسن جايب لي not use the internet to buy food when he is older خلي بالك جايه وين هنا احنا عارفين وين مكان اف يبقى when he is من مضارع يبقى الناحيه الثانيه ايه ايوه will زائد المصدر بس جايه منفيه تبقى won't use النفي من will هو won't use who will I talk to if I if زائد مضارع بسيط بس منفي عرفنا I بتنفى بايه don't know ومعها المصدر know don't know وإلى هي الناحية التانية قبلها if I see Mark لو أنا هشوف Mark if زائد مضارع الناحية التانية في جواب الشرط will زائد المصدر will ask سوف أسأل علي will be sad if he جايب لي got لا he gets حط لها اس المضارع يا أستاذ ليه رجعها المصدر وحط لها اس المضارع علشان ده مضارع بسيط بعد if بحط مضارع بسيط لأن قبلها إيه will زائد المصدر دي قاعدة if الشرطية الأولى what would you لا طبعا will you ليه علشان دي قاعدة اف الشرطية الأولى
بيجي بعد اف مضارع هو جيت وقبلها ويل زائد المصدر. اف هي ستاديز هارد، اف زائد مضارع بسيط الناحيه الثانيه ها هتبقى زي ما هي، هي ويل جيت هاي ماركس، مش هنغير فيها حاجه. هي ويل جيت هاي مارك وين وي هاف فري تايم، وين زائد مضارع يبقى الناحيه الثانيه ايه؟ ويل جو، وي ويل جو، ويل زائد المصدر. طب وات هي يو دو اف يو وين، اف زائد مضارع قبلها ويل زائد المصدر، يبقى وات ويل يو دو، احط ويل وبعدين يو الفاعل ثم دو المصدر. ساره سبيس كار اف شي هاز، اف زائد مضارع يبقى الناحيه الثانيه قبلها ايه؟ ويل زائد المصدر، يبقى ساره ويل باي، ويل باي. If you eat too much، لو انت هتاكل كتير، you will، ايوه هنجيب مصدر put، you will burn weight. burn weight معناها تزيد في الوزن، burn weight معناها ايه؟ تزيد في الوزن يعني تتخن يعني. I think، think على طول يبقى ايه؟ will زائد المصدر، will win. I think أسيل will win. we always will be able، able بتاخد to زائد المصدر يبقى to get، to get. if more people، if more people shop، خلي بالك اف زائد مضارع الناحيه الثانيه there، will زائد المصدر، المصدر من ار اي بي يبقى will be. اف رانا حط لها اس المضارع عشان تجيب مضارع بسيط، اف زائد مضارع بسيط يبقى plays لان رانا مفرد. تمام، اف ليه عرفت انها مضارع؟ علشان الناحيه الثانيه will زائد المصدر، دي قاعده الشرطيه الاولى، اف زائد مضارع الناحيه الثانيه will زائد المصدر. اف عماد goes، عماد goes to England، اف زائد مضارع الناحيه الثانيه ايه؟ will visit. جميل. علي ويل تبقى مصدر فلاي. وات يو دو اف يو كم، اف زائد مضارع يبقى الناحيه الثانيه ويل اكيد، ويل يو دو. كده نكون خلصنا المراجعه على الوحده السابعه الجزء الاول منها. يا ريت ما تنسوش لايك للفيديو لو حسيتوا ان انتوا استفدتوا معانا، علشان تشجعونا على المزيد من الفيديوهات المفيده ليكم. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو القادم. انا بعتذر عن الكويز، الكويز هيكون فقط في نهايه كل الامتحانات ان شاء الله، امتحان الوحده السابعه هنزل الكويز على في نهايه الامتحان الوحده السابعه. لو في اي اسئله يا ريت تسالوها لي في الكومنتس في التعليقات، او في الجروب الخاص بالواتساب، او في الجروب الخاص بالتليجرام. انا برحب باي اسئله، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو القادم. وحتى حينها اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.